يمين شمال هنروح المونديال. السؤال الأول، شفت المباراة النصف الأول، ماذا تشعر بالنصف الأول من المباراة النهاردة؟ والله أتمنى طبعا من قلبي أن مصر تفوز، بس الشوط الأولاني للأسف إحنا طالعين خسرين 1-0، بس إن شاء الله بإذن الله هنعوض الشوط الثاني بإذن الله. وممكن تقول أي كلمات لتشجيع الفراعنة؟ تحيا مصر، وزي ما الجمهور بيقول يمين شمال هنغلب السنغال. شكرا جزيلا. طيب سكند ماتش هيبدا دلوقتي، ان شاء الله مصر هتكسب ان شاء الله في اخر تقريبا 3-1، انا بشوف كده. يلا تحيا مصر. ايوه شكرا جزيلا. عندنا 6 حطه ونملى نظهر في الثلث الهجومي لينا والدفاع وهيلعب عرضيه وهيتعدى لعب يمينه بين وكنتين من الاربعه كلهم يا مسهل يا رب على رايكم ماشي. كلماتي للجماهير المصرية العظيمة طبعا صلاح والدنيا كلها في حالة حزن شديد. 120 دقيقة في خلال لقائين كان المنتخب المصري قادم أفضل دفاع كبير جدا النهاردة للاعبي المنتخب الوطني على مدار 120 دقيقة. هاردك كيروش، هاردك لاعبي المنتخب الوطني، وان شاء الله بإذن الله القادم أفضل للكرة المصرية. فاصل وبعد الفاصل نعود مع المنتخب.